أخيرا أعتقد في نهاية هذا الشهر سيتم الإعلان عن أفضل لاعب في العالم، وطبعا من ضمن المرشحين لهذا الشرف الكبير يعني هو نجمنا الكبير ونجم مصر والعرب محمد صلاح. كيف ترى حظوظ محمد صلاح في هذه الجائزة؟ وهل أعطت الجزائر، تعتقد أن الجزائر أعطت صوتها الأول لنجم محمد صلاح؟ أنا شخصيا لو تم إسناد أمر التصويت لصوت على محمد صلاح، لأنه ليس فقط كلاعب عربي، أنسى أنه لاعب عربي، لكن ما يقدمه مع نادي ليفربول ومع المنتخب المصري أمر لا يصدق. واحد من أفضل اللاعبين في العالم، لكن الأمر سيعود في الأخير إلى التصويت. وأنا أقول لك ربما هي فرصة محمد صلاح ربما لدخول البوديوم والتواجد ضمن أفضل ثلاثي في العالم. ونظن أن الجزائر جمال بلماضي وحتى رياض محرز سيصوتون على محمد صلاح، لأنه سمعنا رياض محرز يتحدث من قبل عن محمد صلاح وأكد إعجابه بهذا اللاعب، ولا أظن أن هناك أي سبب راح يمنع رياض محرز أو حتى جمال بلماضي من التصويت على نجمين، أنا أقول نجم العرب كلهم وليس فقط نجم المنتخب المصري أو نجم مصر، محمد صلاح الذي نتمنى له تتويج بهذه الجائزة وأن يكون هو على رأس العالم لأنه يستحق ذلك تماما.